فاندر بروكا أسي خليد ولا أخ صديق مصطفى طلحق تنعرفوا ملي تيجي مدرب جديد أول حاجة هو قد ما تقرب من اللاعبين كل فكر ديال اللاعب مع لاعب ربما تيكون فاندر بروك تيكون قريب للمجموعة أكثر ما يكون قريب يعني اللاعب أو جوج لاعبين أو ثلاثة ديال اللاعبين قد ما احتفظ بالمجموعة وتكلم عن المجموعة كاملة ربما هذا الماتش هذا هو قد ما كما تنقولوا يموتيفي اللاعبين على أساس كما تنقولوا هو محظوظ على محظوظ بالنسبة ليه عنده تركيبة البشرية لاعبين ماشي جداد يعني ماشي أول لعبة اللي غير يلعبوا الدومي فينار يعني الأغلبية ديال اللاعبين ربما ماشي خمس عندهم تجربة وتيلعبوا الدومي فينار وكاين اللي داو عصبة ديال الأبطال خالد يعني بالنسبة للمدرب يحضر اللاعبين من الجاهزية غادي يوجد لاعبين معنويا ومولطال بعد أول شيء خصو يوجدهم هذا الماتش هذا حيت هذا هو الدور ديال المدرب أبار على الدور ديال المدرب هذا هو اللي بالامكان يديره في الظرفيه هذه بحكم انه يلاه جا هذا الشيء هو اللي غادي يقدر عليه في الظرفيه هذه مادام انه جاء لقاء اللي غادي يكون لقاء حاسم ما نظنش انه غادي يدير شي حاجه اخرى اكثر من هذا الشيء لا شوف هذا هو الدور ديال المدرب بحكم يلاه جا تقريبا باقي ليه 4 ديال الماتشات ودخل على الدومي فينال كما قلت لك غادي يعرف اول حاجه المدرب الجاهزيه ديال كل لاعب وربما تكلمنا البارح على اساس الجاهزيه خصو يكون يجلس كل مع لاعب يجلس معاه ويعرف الفكر ديالو والطريقه ديالو حكم هو المدرب خصنا نعرفو يعني المدرب خصو يعرف على اساس القوه ديال 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 اللاعبين ديالو وقد ما احتفظ وعرف القوه كل لاعب كون على يقين غادي يزيد يموتيفيهم غادي يزيد يخدم بالطريقه اللي خصو يخدم بها كمدرب وهنا غادي تبين باللي الحمد لله غادي نشوفوا ماتش غيكون تاكتيك مو اكثر من نشوفوا مثلا اللاعبين يخرجوا مثلا يخليوا مساحات ولا يبغيو يمشيو يلعبوا الكره اكثر ما يحافظوا على الشباك حيت هذا ماتش يعني ما فيش اخطاء وماتش ما خصوش تسجل حتى هدف يعني خصك تسجل وقد ما سجلتي الاهداف غتمشي ان شاء الله في يعني في الروتو وانت مرتاح ان شاء الله.